رب شغلك في هذا الموضوع وبنفس الوقت إيه الدروس اللي بنتعلمه في موضوع الألم، في موضوع المرض، المصيبة، الكارثة؟ يعني إيه الدرس اللي بنتعلمه؟ صدقني عايز أقول لكل إنسان بيشوفنا دلوقتي ومريض طريح الفراش، ربما في ناس قاعدة على سرير المرض، أقول له عدة أمور. أقول له أول حاجة، اوعى تشك في محبة ربنا ليك. الله بيحبك محبة شخصية. أمين. شخصية، فاوعى تشك في محبته، واوعى تشك في حكمته. يعني دول الثلاث حاجات لو، واوعى تشك في سلطانه. حضرتك صلاحه. في بداية الحلقة قلت نؤمن بسلطان الله على كل التاريخ وعلى كل الأحداث. فلما ابقى على سرير المرض، والكلمة الأخيرة للرب بالضبط، وعند اليقين أنه محب وبيحبني شخصيا وانه حكيم. لما جاء واحد قال له ان اردت تقدر، يقول لي الكتاب اريد، ده قال فمد يسوع يده ولمسه، وبعدين قال له اريد فاطهر، وكان يسوع جاوب بالفعل قبل الكلام. فالهنا محب، الهنا حكيم، الهنا قدير، الهنا صاحب الكلمه الاخيره، كلي الصلاح. اوعى تشك في ده، اوعى تشك في ده، وخلي عينك عليه، خلي عينك عليه. صدق انه صالح، صدق انه صالح، صدق انه ممكن يصنع بيك عجب وانت على فراش المرض. يقدر يشفيك بمعجزه. اطلب من الرب ان يا رب انا منتظر معجزه، معجزه شفاء، وهو يقدر، واله كل معجزه، اله كل معجزه.